القرآن تلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون يا أمة القرآن تلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون ولتمسحي عن مقلتيك دموع ماضينا المصون سنعيده حتما ولا لن نستكين ولن نهون ولتمسحي عن مقلتيك دموع ماضينا المصون سنعيده حتما ولا لن نستكين ولن نهون يا أمة القرآن فلتلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا فإنا قادمون يا أمة القرآن فلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون سنعيد راية خالد وأبو عبيدة لن نكون لن نرتضي ذل العبيد فديننا يأبى السكون سنعيد راية خالد وأبو عبيدة لن نكون لن نرتضي ذل العبيد فديننا يأبى السكون يا أمة القرآن فلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون يا القرآن فلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون سنخط ذاكرة الزمان على جباه لن تهون ونسل سيف الحق في وجه الذين يخبطون سنخط ذاكرة الزمان على جباه لن تهون ونسل سيف الحق في وجه الذين يخبطون يا أمة القرآن فلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون يا أمة القرآن فلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا حتى إذا ما أشعلت نار الحمية في العيون وتبدد الليل الذي غطى على كل الجفون حتى إذا ما أشعلت نار الحمية في العيون وتبدد الليل الذي غطى على كل الجفون يا أمة القرآن فل تلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون يا أمة القرآن فلقي بدار الغافلين يا دولة الإسلام لا تهني فإنا قادمون سطعت شموس كتابنا وتسابقت كل السنون كي تستقي من شمس ضوءها سحر العيون سطعت شموس كتابنا وتسابقت كل السنون كي تستقي من نور شمس ضوءها سحر العيون